وفي كلمتها أكدت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية ليزلي ريد أن الولايات المتحدة بحاجة للاستفادة من النمو الذي تشهده مصر، لافتة إلى أن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني مساهمون لا غنى عنهم في مثلث التنمية. وأضافت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية أنه مع الاحتفال بمرور 100 عام من الشراكة بين مصر والولايات المتحدة، أن مصر هي الشريك الأكبر والمهم للحكومة الأمريكية، وأن بلادها أصبحت من أكبر المساهمين مع المنظمات الدولية في دعم الشعوب والدول فيما يتعلق بالأزمات الإنسانية.